يقول: هل يجوز أن أقتدي بإمام الحرم إذا كنت أسكن في شقة قريبة وأسمع صوت الإمام من خلال التلفزيون؟ لا، لا يجوز هذا. تحضر في الحرم وتصلي مع الناس، تصف مع المسلمين، ولا تصلي في شقتك مع إمام الحرم، خصوصا وإن قلت أنك تصلي خلف الشاشة، والشاشة ما تدل على الاقتداء. قد يكون الإمام ما هو في الجهة اللي فيها الشاشة. نعم.